خليني ابدا مع حضرتك. مساء الخير عليكي وعلى كل على كل المشاهدين. خليني ابدا مع حضرتك استاذه فريده من تونس. الحقيقه انه احنا كنا يعني هنتكلم عن هذا المحور لاحقا، ولكن مع المستجدات التي حدثت واقالات للوزراء من حركه النهضه التونسيه، راي حضرتك ايه في المشهد السياسي اللي بيحصل دلوقتي؟ شوفي، انا اللي انا شايفاه لغايه دلوقتي، يا رب ما اكونش غلطانه، انه الغنوشي كان عايز يفرقع الوضع كله، كل الوضع في تونس، فهو كان عايز انه يسحب، يعني يعمل تصويت بالثقه على الفخفاخ، فالفخفاخ قطع عليه السكه بان هو قدم الاستقاله واقال الوزراء بتوع النهضه اللي معاه. هو لغايه اخر حاجه انا شفتها انه هو بقى في 105، هم الاعضاء 218 افتكر بتوع البرلمان او 219، ففي 105 لغايه دلوقتي، يعني قربنا من النص وهنبتدي، لانه كانوا 85، مع حجب الثقه عن الغنوشي نفسه. والغنوشي ده راجل احنا شفنا قبل كده راح اتعامل مع السراج، يعني كل الخونه بيتلموا على بعض، وكمان عمال يزلزل في تونس وبيعرقل مسيره الرئيس سعيد قيس سعيد. يعني هو شغلته التخريب، يعني واضح ان هو قاعد بيخرب. فانا بتمنى ان التوانسه اشقائنا في تونس يتنبهوا الى خطوره الغنوشي وخطوره الاجنده، او يعني المخطط بتاع الاخوان، بانهم هم يخربوا كل الوطن العربي لصالح الاغا الجديد. في اطار حديثك يا استاذه فريده عن الاخوان والوطن العربي، كان دايما بيتقال في احاديثنا من بعض الحقيقه الخبراء انه اخوان تونس مختلفين، او هم بيسوقوا لنفسهم على انهم مختلفين عن اخوان المنطقه. اللي حدث النهارده من اقالات هامه للوزراء في الحكومه الحاليه لتونس، التحرك من بعض الاحزاب البرلمانيه في تونس، اكيد ده سبب وتحرك في الشارع. ايه رايك في المشهد اللي بيحصل بشكل عام، المشهد بطبيعه الحال نحو الاخوان؟ تفضل. بالظبط، انا رايي ان الاخوان دايما بيقدموا نفسهم على غير حقيقتهم، يعني هم بيقدموا نفسهم على انهم ناس بتوع ربنا وعايزين الخير للبلد، وهم ليهم مخطط تاني خالص، ومخطط خياني بمعنى الكلمه. ولما الواحد بيقول كان زمان، يعني كنا بنقول ما يصحش ان حد يقول ان انا بحب راجل بيقول ما الوطن الا حفنه من التراب العافن، او تظف مصر، او انا سجدت لله شكرا على الهزيمه، او كل البلاوي اللي سمعناها دي اللي ما كانش ممكن انا جيلي يسمعها. كل ده في الاخر بيأكد ان هم نفس النوعيه، وان هم نفس المنهج، وان هم نفس التوجه اللي هو تخريب الوطن العربي باسم الدين. انا نفسي افهم، يعني نفسي كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يفكروا معايا، هل الاسلام ما دخلش الوطن العربي الا في التسعينات وقت ما الخواجه بوش راح دمر العراق، يعني بوش الاب وبعدين بوش الابن كمل، وقت ما حلف الناتو راح دمر ليبيا، يعني في ايه؟ يعني ما احنا لازم برضو نفوق شويه. وكل ده باسم الاسلام؟ الاسلام بريء من كل الكلام ده. الاسلام دين تسامح وتفكير وتآلف وبر وتقوى وكل اللي انت عايزاه. فايه اللي بيحصل لنا ده؟ ده هنا يعني زي انا كنت بقول، بدل ما يقولوا اقرا بيقولوا اخرس، لا دلوقتي بيقولوا اذبح على طول، يعني اللي مش عاجبهم يقطعوا رقبته. هو ده كلام؟ هو ده الاسلام؟ وهو ده اللي انت جاي تقوله لي في القرن الحادي والعشرين؟ يعني بدل ما نبتدي ننافس في المجالات العلميه والمجالات اللي تخلي دولنا تتقدم، احنا قاعدين بنشوف بس يعني الست ايه ورجلها عامله ايه ووشها عامل ايه وتلبس ايه عشان ترضينا، يعني حاجه الحقيقه في تردي مع الجماعه دول ما حصلش. انا شخصيا جيلي انا، وانت عارفه ان انا يعني فت ال 30 بشويه كده، 27 يا استاذه فريده، قلت لك قبل كده، يعني ما انا بتبسط لما بتقولي لي كده، يعني عشان بتصححي لي معلوماتي يا حبيبتي. انا الفكره ان انا في الستينات
زي ما قلت لك قبل كده يا لما، والله كنا عايشين زي الفل وكنا بنتكاتف وكنا ما حدش فينا بيبص ولا في ست ولا في راجل، كنا بنروح الجامعه كلنا سوا، كنا بني ادمين. هي دي الانسنه اللي بيحاول السيسي يرجعها لبلدنا، واللي قامت الثوره بتاعت يونيو عشان نرجعها تاني. لان مش معقول لما واحد يطلع يقول لي لا الست تقعد في البيت. طب يعني هو في بني ادم بيمشي برجل واحده او بيشتغل بايد واحده او بيشوف بعين واحده او بيسمع بودن واحده؟ لا، في الاثنين، الرجل والمراه. ما ده التخريب في الثقافه، يعني اللي كان عندهم الحقيقه اراده.